أنا رفع دعوة مساءلة بالاختفاء القسري لأبي بوطن. كان هاشم متلش على مركب المهاجرين يلي غرق بالمياه الإقليمية ب 23 نيسان 2022 بعد ما اصطدم فيه طراد للجيش اللبناني. نجا 45 شخص من الحادث وتم انتشال 7 جثث، وبعد في أكثر من 30 شخص بعضهم مفقودين من بينهم هاشم. بعد سنة ما منعرف شي عن مصير المفقودين ولا عن تفاصيل غرق المركب ولا تحددت مسؤولية الجيش بالحادثة. تحقيق بهالقضية معطل وفي جثث بعدها تحت المي، والأخطر أنه الناجين وعائلاتهم تحت ضغط من الأجهزة ليسكتوا عن الموضوع. ليلة السبت 23 نيسان 2022 انطلق مركب من شواطئ الألمون حامل معه أكثر من 80 شخص. بعد كم ساعة من الرحلة اعترض المركب طراد من البحرية اللبنانية بقيادة الملازم فواز الدهيبي. بيقول بعض الناجين بشهادات سجلت بعد ساعات قليلة من الحادثة أنه قائد الطراد عطى أوامر بضرب المركب. هيك شيء كبير ونبني وفات فينا وقلبنا كلنا ومتنا. الطراد فات فينا مرتين، كسر اللي يخد فينا مشان يغرقنا وصار يقلنا بدي أقبركن. إجا علينا شمطنا الضربة، هيك عم يسكر الطريق شمطنا الضربة، هو عم يلف شمطنا الضربة التانية من ورا. بلشوا يعملوا علينا مواج مشان يحاولوا انهم يغرقونا، وبعدين وقتها راحوا وهجموا علينا وكسرونا الطراد من البوز وهيك احنا غرقنا. بثت فيديو بتأكد على حكي الناجين ب 30 نيسان 2022. صار عليه عيد، صار عليك ادفعوا بوزه. هالفرضية أكدها كلام قائد الغواصة يلي أجت بمهمة انتشال الجثث والقارب بقابل 2022. The only damage is on the front of the boat. There's like an anchor and it was pushed to the port side. الشكوك حول مسؤولية الجيش منا بس مستندة على دوره بإغراق القارب، بس كمان بتتعلق بالتقصير بعملية إنقاذ الناجين. بيشير تقرير المقررين الخاصين للأمم المتحدة عن شهادات مفادة أنه عمليات الإنقاذ الأولى ما بلشت إلا بعد 90 دقيقة من الحادث، وشهادات الناجين اللي حكينا معهم بيزيدوا الشكوك حول التقصير بعملية الإنقاذ. أنا عم أتصبح، كل ما أتصبح قرب لعند الزورق والزورق الجيش اللبناني يبعد عننا، إنه أنتوا قربوا لعندي، كل ما نحن نقرب انتو قربوا لعندي. هو اصلا ما كان بده ايانا نطلع مشان ما تنكشف انه هو اللي عمل فينا هيك. بعد يوم واحد من الحادثة نفى الجيش كل المسؤوليات بمؤتمر صحفي، ورجح انه سبب الغرق هو الحمولة الزايدة للمركب. بسبب الوزن الزايد تسربت المي بسرعة، اكيد صار عنده من جراء الضربة والحمل الزايد صار عنده شقوق داخل الجسم المركب. وعد الجيش بفتح تحقيق قدام القضاء العسكري خلال المؤتمر الصحفي، بس لليوم بعد ما في أي تقدم بالتحقيق. استنكر مقررين الخاصين للأمم المتحدة مماطلة الجيش، واعتبر أنه الجيش منه أصلا مخول حقه مع نفسه، وطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق مستقل بيقوم فيه القضاء المدني. مع تعسر التحقيق صبت أمال الناجين وعائلات المفقودين على الغواصة اللي جابتها جمعية أوس ريليف بفضل تبرعات من الجالية اللبنانية بأستراليا. بحسب شهادات شخص يدعى مارك سانتوريني لبناني بريطاني واللي عرف عن حاله للأهالي كشخص لعب دور بإيصال الغواصة، واجه فريق الغواصة ضغوطات كبيرة خلال عمله. تم استدعاء فريق الغواصة الأجنبي لوزارة الدفاع فور وصوله، وبحسب مارك سانتوريني اشتكى الفريق من ضغوطات وتدخلات خلال عملهم مارستها السلطات الأمنية ورئيس جمعية أوس ريليف لبناني الأصل توم زريا. بعد كم يوم من العمل فشلت الغواصة بتنفيذ المهمة الأساسية اللي اجت كرمالها، رفع الجثث والقارب من المي. بيشير تقرير مؤسسة أوس ريليف اللي حصلت عليه ميجافون انه السبب عدم رفع الجثث بيعود لتحلل البعض منها بالمي، وانه القارب كان بحاجة لتقنيات مش متوفرة لرفعه. طلع مؤتمر صحفي ليبرر فشل مهمة الغواصة. حضروا قائد القوات البحرية هيثم ضناوي، رئيس جمعية أوس ريليف توم زريقة، قائد الغواصة سكوت ووترز، واللواء أشرف ريفي اللي كان له دور باستخدام الغواصة.
The information that was provided to us allowed us to very quickly, not on the first day, but on the second day, to find a body. That body, unfortunately, disintegrated as soon as we surfaced the submarine on the barge. بس هالمواقف والروايات تتعارض مع بعض الشهادات. بيأكد مارك سانتوريني انه تم انتشال جثث من المي واعادتها الى المي. بيجيني اتصال من واحد بقلب الغواطة. موجود المكالمة، موجود المكالمة. بتعرف شو بيقول لي؟ شو؟ اليوم نزلنا وسحبنا جثة. وسحبنا جثة مرت فرد او اثنين. قلت له اوكي. اوكي. طلع طوى. ما. قال لي ليه؟ أنا ما قلت لك شيء. خيفين. خيفين الظلمة. طيب. على جنب حكيت معه. جاءت الأرض التالي. قلت له الجبنة مثل ما هي. قال لي لا. أكيد مش مثل ما هي. بس بعدها لأنه في لبسين التياب ما تفتتوا. التياب كيف بعض العليم التياب. ما فت علي. انتوا شبتوا شيء منه للجبنة؟ فرجوكوا الجبنة؟ لا. والصور اللي حصلت عليها ميجافون بتفرجي جثة موجودة على ظهر المركب بطريقة مشبوهة. سؤال العائد هيثم ضناوي، شو اللي هذا على ظهر المركب؟ بيقول لهم شوار. الكابتن سكوت قال بالإنجليش انه هيدي جثة موجودة. هذا اذا بننطلق كلام مارك مع موضوع الجثة، شو اللي بيخلي الجثة على ظهر المركب اذا ما كانت هي اللي سحبوها ورجعوها؟ هالصور يلي بتبين أكتر من جثة ما نشرتها قيادة الجيش، واكتفت بنشر صور مقتطعة وغير واضحة من تحت المي، رغم تأكيد قبطان الغواصة لالتقاط صور عالية الجودة. The footage that we took is in 4K. It's actually very very high definition. بعد سنة من المماطلة والأمال والخيبات، رفض بعض الناجين والعائلات يستسلموا ومصممين أنهم يرفعوا الصوت. كان إبراهيم الجندة على المركب وخسر 2 من إخواته. وقفت المخابرات إبراهيم بطريقة عنيفة بسبب نشره لصورة الضابط يلي هو بيتهمه بإغراق الباخرة. أنا نزلت صورة لرشيد فواز رشيد دهيبي، هيدا في كذا حدا برقبته. بعد يومين 3 أيام طبت عليه المخابرات، بس ما بيجوا المخابرات بطريقة أنا صاحب قضية إنه هو الملازم يقتل العالم وتهربوا لعبلاد برا، وبتيجوا تقتلوا العالم أو بدكن توقفوا العالم. أنا صاحب قضية، بتيجي المخابرات بتطبع علي نحجمة عمر على الكورنيش بيحطوا السلاح علي بس لين منزل هالصورة. وأبو هاشم اللي عم بيدور على ابنه تم استدعائه للتحقيق بعد ما تقدم بشكوى اختفاء قصري موجهة للجيش ونحط بموقع المساءلة والتهديد. أنا نقلت من طرابلس مزروب بغرفة من الساعة 7 للساعة 1:30 ظهرا، وأنا مزروب بهالغرفة. ممنوع تدخن، ممنوع تحكي، هي تغرضك حتى تغرضك وقف على الحيط، برمشك على الحيط، ما بدي اسمع صوتك، يعني طريق متهم. قدام هالمعطيات في أسئلة عديدة بتبقى مفتوحة عن الأسباب الحقيقية اللي أدت لإغراق المركب، وعن سبب المماطلة ومحاولات طمس الحقيقة على مدى سنة كاملة. أسئلة ما بنقدر نجاوب عليها غير من خلال فتح تحقيق مستقل باللي صار وتحديد المسؤوليات.